يقول: ما الرد على من يهون من شأن الردود على أهل البدع ويقول أن ذلك مضيعة للعلم وهذا ليس دأب السلف؟ هذا جاهل، اللي يقول الكلام هذا جاهل. المخالف يرد عليه ويبين مخالفته لأجل أنه هو يرجع إلى الصواب، ومن أجل أن غيره ما يغتر بخطئه، وهذا من النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. من النصيحة لكتاب الله وسنة رسول الله أن نرد على من أخطأ فيهما وأولهما على غير الصحيح وفسرهما بغير الحق، يجب أن نرد عليه ونبين خطأه. فذلك كل من أخطأ في أمر من أمور الدين والعبادة يجب أن يبين، وإلا لو ترك الناس لضاع الدين، لضاع الدين. الله جل وعلا رد على المشركين في القرآن، رد على اليهود، رد على النصارى، الردود موجودة في القرآن، رد عليهم ولم يتركهم. فالكلام بأن المخالف لا يرد عليه هذا كلام جاهل ما يعرف. نعم. لكن اللي يتولى الرد الذي عنده علم. يا إخوان، اللي يتولى هذه الأمور العلماء ما هم يتولاها الجهال أو المبتدئين في طلب العلم، أو هؤلاء يخطئون أكثر مما يصيبون، وربما يكون خطأهم أكثر من خطأ المردود عليه، ربما يردون بجهل. فلا يتولى الردود إلا أهل العلم وأهل البصيرة وأهل المعرفة. نعم.